أنا معك. يلا بسم الله. يلا ما تخافوش يا الشهر المغاربة، هادو من البرتقيس. البرتقيس فوقاش كانوا حنا مستعمرين وشرينا عليهم فوقاش، عرفتي فوقاش كانوا باقا عندنا منازل. دابا راه عندنا السناح متطوع، عندنا الحكيمي وعندنا شنو كيقولوا له زيد، والمرابط يربطوا به زياشة. نعم المرابط يربط كريسيانو في الجايزة. حنا نطلعوا ماركت خافوشي دغيت بورت قيس فوق عاش علاش زي 5 دراهم. اه والله الدار شي الله في 5 دراهم. سمعتوني يا شعب المغاربه، ما تخافوش يا بيت بورت قيس، كانوا مستعمرين نشوف فوق عاش وجرينا عليهم. اما دابا نمشي ننزل عليهم. الله غنبونا لا الدوله اللي تجلات تتبع هذا العام ولا يديره مزيان. صافي شي مننا، ما يغلبوش. مستحيل يغلبونا، اليوم المغرب غينتصر. غادي ينتصر المغرب إن شاء الله. بارك الله فيك. المنتخب راه عندنا. يلا صرفتوا المغاربة ديالنا، قول لنا أنا غادي نلعب بورت قيس. بورت قيس يغلبوا المغاربة. والو. قبل الإنجليز. مازال الانجليز خلينا انا نشتيتهم، مازال عليهم انا فرنسا تا هي خلينا انا نشتيتهم. اما فرنسا هما اللي نزرينا عليهم قبل اسبانيا. اسبانيا داز صافي هذيك مروحة. خلينا انا نشتيتهم هادوهم، ما تعرفش شحال زرينا عليهم فيناهم المغرب. هذا الاسود غي غيتهلاو فيهم مزيان. يلا كل من يعرف الاسود فليشجع الاسود، ان شاء الله سيغلبون الاسود البرتغال بثلاثة لصفر. والسلام عليكم ورحمة الله. انا معك. يلا بسم الله. ما تخافوش يا الشعب المغاربة، هادو من البرتقيس. البرتقيس فوقاش كانوا حنا مستعمرين وشرينا عليهم فوقاش، عرفتي فوقاش كانوا باقا عندنا منازل. دابا راه عندنا السناح متطوع، عندنا الحكيمي وعندنا شنو كيقولوا له زيد، والمرابط يربطوا به زياشة. نعم المرابط يربط كريسيانو في الجايزة. حنا نطلعوا ماركت خافوشي 5 دراهم. هذا بيت بورت قيس فوق عاش علاش زي 5 دراهم. اه والله الدار شي الله في 5 دراهم. سمعتوني يا شعب المغاربة، ما تخافوش يا بيت بورتقيس، كانوا مستعمرين نشوف فوقاش وجرينا عليهم. اما دابا نمشي ننزل عليهم. الله غنبونا لا الدولة اللي تجلات تتبع هذا العام ولا يديره مزيان. خافوش مننا بورتقيس، ماشي غلبوا. ما يغلبوش مستحيل يغلبونا، اليوم المغرب غينتصر. غادي ينتصر المغرب ان شاء الله. المنتخب راه عندنا. يلا صرفتوا المغاربه ديالنا، قول لنا انا غادي نلعب بورتقيس. بورتقيس يغلبوا المغاربه. والو قبل الانجليز، مازال الانجليز خلينا انا نشتيتهم، مازال عليهم انا فرنسا تا هي خلينا انا نشتيتهم. اما بورتقيس هما اللي نزرينا عليهم قبل اسبانيا. اسبانيا داز صافي هذيك مروحة. خلينا انا نشتيتهم هادوهم، ما تعرفش شحال زرينا عليهم فيناهم المغرب. هذا الاسود غي غيتهلاو فيهم مزيان. يلا كل من يعرف الاسود فليشجع الاسود، ان شاء الله سيغلبون الاسود البرتغال بثلاثة لصفر. والسلام عليكم ورحمة الله. أنا معك. يلا بسم الله. يلا ما تخافوش يا الشعب المغاربة، هادو من البرتقيس. البرتقيس فوقاش كانوا حنا مستعمرين وشرينا عليهم فوقاش، عرفتي فوقاش كانوا باقا عندنا منازل. دابا راه عندنا السناح متطوع، عندنا الحكيمي وعندنا شنو كيقولوا له
زيد، والمرابط يربطها به زيجه. نعم المرابط يربط كريسيانو في الجاي زفنا من طلب ماركت خاطوشي هذا بيت بورتقيز فوق عشر ليش زي 5 دراهم. اه والله بدايه ماشي نطلب في 5 دراهم. سمعتوني يا شعب المغاربة ما تخافوش يا دي بطخس كانوا مستعمرين نشوف فوقاش وزرين عليهم اما دابا مشي انزل عليهم الله غنبونا لا تدولة لا تجي لا تسبح هذا العام ولا يديمة مزيان خافوشي مننا بطخس ماشي غلبو طيب 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 ما يغلبوشي والساحل يغلبونا اليوم المغرب عينتصر غادي ينتصر المغرب ان شاء الله بارك عليك المنتخب راه عندنا يلا صرتوا المغاربه ديالنا قلنا لنا نقول هذا الكورتي البرتقيز يغلبوا المغاربه والو قبل الانجليز مازال الانجليز خلينا انا نشتيتهم مازال عليهم انا فرنسا حتى هي خلينا انا نشتيتهم اما فرتقيز هما اللي نزرينا عليهم قبل اسبانيا اسبانيا داز صافي هذيك هذيك ماروخا خلينا هنا انا شتيت انا صار شحال زرينا عليهم فيناهم المغرب هذا ما الاسود غي غيتهلاو فيهم مزيان يلا كل من يعرف الاسود فليشجع الاسود ان شاء الله سيغلبون الاسود البرتغال ب3-0 والسلام عليكم ورحمة الله.